يعني لا يوجد أي مستقبل في الواقع للعلاقة الفلسطينية الإسرائيلية في ظل وجود نتنياهو، وهذه العلاقة تدهورت بشكل كبير منذ أن صعد نتنياهو إلى السلطة في إسرائيل، والآن تتدهور بشكل أخطر في ظل وجود حكومة اليمين الإسرائيلي العنصري المتطرف بقيادة نتنياهو وبالشراكة مع بتسلائيل سموتريتش وإيتمار بن غفير زعماء الصهيونية الدينية. بالتالي هذه الحكومة الحالية الإسرائيلية بدون أن يصرح نتنياهو وضعت في إطار برنامجها ضم الضفة الغربية وأجزاء واسعة منها وعدم السماح بأي ظرف من الظروف بقيام دولة فلسطينية، وبالتالي كل ما تقوم به الحكومة هو بهدف منع قيام دولة فلسطينية. حتى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها ضد السلطة الفلسطينية، هو ليس لديه مشكلة مع السلطة ولديه مشكلة مع فكرة أن تكون الضفة الغربية موحدة مع قطاع غزة تحت سلطة واحدة بغض النظر عن شكل هذه السلطة، لأن هذا يمهد لقيام دولة فلسطينية، الأمر الذي يرفضه بشكل مطلق بنيامين نتنياهو. ولهذا العلاقة بين الطرفين هي علاقة صراع وليست علاقة لا مفاوضات ولا تفاهم ولا إمكانية للجسر اللي هو والتوصل إلى أي تسوية ممكن.